من يعتقد أنه بأي حال من الأحوال يمكن الالتفاف أو الاختراق بهذه العلاقة الراسخة في وجدان الجيش مع شعب مصر العظيم. هذه الكتلة اللي بتحكم هتختلف وهتتشرزم مع الوقت، مسألة وقت بس. لكن واضح ان هم ما كانوش قادرين، يعني فكرهم ما عندوش استعداد. كان المفروض يستجيب. أنا مروقة اللي ممكن احنا نعيش بيها كضباط في الجيش وضباط صف، لما نشعر ان الشعب المصري كله مروع وخايف. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، اجراء انتخابات رئاسية مبكرة. المصريين لما ارادوا التغيير غيروا الدنيا. مش ممكن يتجمعوا كده الا اذا كان في حاجه كبيره قوي جواهم جمعتهم بالطريقه دي. انا بطلب من المصريين طلب، ينزلوا عشان يديني تفويض وامر باني اواجه العنف والارهاب المحتمل. كان الهدف التفويض ده هو إعطاء رسالة للعالم كله إن في شعب في مصر، الشعب ده ليه رأي وليه إرادة، هتفضل إرادة الشعب في أي دولة مش في مصر بس هي الحق. لما تحتشد ورا شيء لابد الكل يستجيب.